سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد في دوحة العلم الديني التي تطفئ ظمأ المريدين والمحبين، مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي يفيض علمه بما ينفع الناس حتى تعمر القلوب بالإيمان المدعم بالمعرفة الدينية من واحات العلم الديني. الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قرر الله الصبر بالصلاة في قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الأستعينوا معناها أن فيه أشياء تقلق النفس البشرية، لما تيجي حاجة تقلق، يعني أحداث فوق تحمل الإنسان أو تخرج الإنسان عن صلاحية حركته، يبقى فيه ندم وفيه يعني يعمل إيه. كان رسول الله يقول من حزبه أمر فليقم إلى الصلاة. ليه؟ لأن السيئة التي تسيء الإنسان من أي حد ولو من نفسه، ساعة الإنسان ما يروح لربه يقوم الحق سبحانه وتعالى يقول له كما جاء في الحديث القدسي فزعت إلي من خلقي فوالله لن أكون مع خلقي عليك. يعني خلقك أساءك أنا مش هكون مع خلقك عليك. فإذا ولذلك شرع شرعية التوبة ثلاث مراحل. أولا تشريع التوبة فضل من الله، كونه يشرع التوبة فضل من الله، وبعدين كونه يقبل هذا فضل ثاني. إذا ولذلك يقول إيه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله بقى هو اللي يتوب الأول عشان يتوب. أيوة تاب عليهم بتشريع التوبة ليه؟ عشان لما يعرفوا أن ربنا شرع التوبة يتوبوا إليه، وبعدين ويقبلوا التوبة من عباده. يبقى كم مرحلة؟ تشريع التوبة أدي فضل من الله، كوني أتوب أدي تاب عليهم ليتوبوا، لأن لو ما كانش شرع التوبة هتوب إزاي يعني؟ وبعدين يقبل التوبة عن عباده. الله. العفو عن الإساءة. نعم. العفو عن الإساءة. هل هو نوع من الصبر؟ لسه بقى. فإذا كانت الإساءة التي تصيب الإنسان، أولا نروح للرب اللي احنا بنعتقد إن المرجع إليه. والدليل على ذلك أن طفلا لو أسيء من إخوانه أول ما بيفزع بيفزع لأبوه. واللي في ايده ابوه يقول لك ما حدش يقدر يعمل فيه حاجه، كذلك اللي في ايد ربنا ما حدش يقدر يعمل حاجه. لا ما يستطيعش بشر ان يسيء بشر الا اذا حل عن معيه ربه. انما مع ربه لا يمكن. ما يحصلش له اي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار ماذا قال ابو بكر؟ قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ايه ما وجه الرد في هذا؟ يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما والله لا تدركه الابصار. فمن في معيه الله لا تدركه الابصار. لازم ربنا يعمل بصر عنه ما يخليش يشوف. فاذا كان قد اسيء بيفزع الى الله يبقى في حضن ربنا. ما الانسان الطفل يحصل له حاجه من بره بيروح لحضن ربنا لابوه يراضيه ربنا. وبعد ذلك استعينوا بالصبر. الصبر علشان ايه؟ ليه؟ أنا أقول لك لأن الصبر ده طاقة احتمال للأحداث لوثوقه تمام الثقة بأن له ربي يجازيه على هذه. وما دام واثق تمام الثقة أن له ربي يجازيه على هذه يبقى إيه؟ يبقى صبر. يبقى إذن الأحداث لها أمران، ملجأ إلى الله في أن نفزع إليه وإلى حضانته بقوله الله أكبر يبقى في حضرته، ثانيا نصبر على الأذى. ليه؟ لأن الذي يؤذي إنسان الحق سبحانه وتعالى هو خصمه، وما دام الحق هو خصمه يبقى قوتي مش هتغلي في المسألة دي. ولذلك لو احنا قلنا زمان لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم، يبخل عليه يقول لا ده ابن كلب مظلموش، ده أظلمه علشان ربنا يبقى جنبه. الله. لنا حس مع بعض إخواننا
وكان نفي من بلده أو طفش من البلد للاضطهاد وبعدين جه، فمر على من اضطهده في قبره وبصق عليه، فأنا بقول له يا شيخ أفضى إلى ربه ما صح، قال لي ده أخرجني من مصر بجامة وزنوبة. قلت له علشان تيجي مصر تشتري يعني، لو ما كانش ظلمك ما كنتش جيت خدت. فإذا لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله العظيم. الصبر على المكاره. الصبر على المكاره، لأن المكاره قسمين، مكاره تنشأ من تقصيري أنا فأنت المسؤول، سقطت عشان ما ذاكرتش تبقى تعلمني أنني المصيبة اللي جت في السقوط عشان تعلمني أن أنا ذاكر، يبقى جت عشان تلويني عن فساد صنعته أنا. طيب أنا مذاكر وكويس وروحت الامتحان جالي دوار ماليش في حاجة، يقول له بقى أنت مالكش في ذيات، اسأل اللي أجراه عليك بقى هل له حكمة في إجراء الحدث ولا ملوش، ربنا أكيد. اللي أجراه يبقى لازم له حكمة في إجراء، يمكن أنت كنت هتنغر أو أنك ود شمدور كده فربنا يدكك، يمكن كنت هتنجح نجاح ما يقلكش إلى الكلية اللي أنت عايزه، يمكن لما كنت مثلا تبقى كده تتحسد ولا تصيبك العين، من يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا، فلازم تعمل له. ولذلك في قاعدة يقول لك أي حدث يصيب الإنسان لا يجب، إن كان منه يبقى هو يصلحه، مش منه من أعلى، يقول له لازم له حكمة. ولذلك أنا ضربت مثل مرة، قلت الإنسان قاعد وابنه دخل عليه وشه يخر دم، أول سؤال أسأله له إيه؟ من اللي عمل فيك؟ إذن أنا ما خدنيش منظر الدم، ما زعلتش ولا أس، إنما أعرف مين اللي، أنه يمكن اللي عمل ده يريد به خير، ده عمي، فنادوا العم وانت بتعملت بيه، والله انا قاعد والواد الاوتومبيل ماشي والواد بيجري كده لعيفته ما لقيتش الا وشه. طب وان قال لك ده ابن فلان؟ قال ما هو عدوي ابن كلب عمل. يبقى اذا الحدث في ذاته لا يؤثر على المؤمن الا اذا عرف من فعله، ان كان فعله نفسه يبقى هو اللي عارف، فعله الاعلى يبقى لازم له حكمه فيه ويرضى به. زي الموت زي الموت والمرض وكل هذه المكان. كل احد أجر الصابرين عند الله. نعم. أجر الصابرين عند الله سواء في الدنيا والآخرة. شوف يا سيدي، أجر الصابرين على الله احترام قدره. أجر من يحترم القدر. وبعد ذلك لو عرفت دي جاية لي إما لحكمة تأتي وإما لشيء فات. إن كانت لمصيبة وربنا بده كده على قدر ما أرحت نفسي بالمعصية يوم يجيب لي حاجة تزعلني شوي، يبقى عمال بيعمل عليها مقصة وفي دار الفناء. من رحمته أنه جعلها في دار الفناء ولم يدقرها لدار البقاء. يبقى إذن أقوم أنا أقول ده دي جاية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في حديث القدسي يقول عزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات، من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. يبقى إذن أنا الأجر. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر والعياذ بالله حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، دك من السيئات وده من الحسنات، من صحة في جسمه، بركة في مالي، بركة في ولدي، فإذا بقيت له حسنة عندي أخفف عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. فهذا هو أجر الصبر. الصيام وشهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. كنا عايزين تحدثنا فضلتك عن فضل شهر رمضان المبارك وعن الصيام وعن فرض الصوم في هذا الشهر الكريم بالذات. ما هو الصوم أولا؟ الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. شهوتي البطن، شهوة البطن دي مقوم الحياة، وشهوة الفرج دي علشان استبقاء النوع. في حاجة لاستبقاء الحياة وفي حاجة لاستبقاء النوع. لما ننظر إلى أركان الإسلام نجدها شهادة أن لا إله إلا الله، لكن برضو بنشوف ناس عملوا فرعون إله وقالوا له ما فيش إلا أنت، ما عرف ما علمت لكم من إله غير وهذا ربكم الأعلى. الله إذا شهادة أن لا إله إلا الله ممكن أن نعملها بشر لبشر، أدي واحد. طيب وهي كمان أم قال لك إقام الصلاة؟ قال لك طب ما إقام الصلاة مش خضوع؟ طب ما بنشوف بشر بيخضع لبشر ويقول له أنت اللي مش عارف إيه جدوله ويطحنهم ونعم. والزكاة، طب ما بنشوف ناس بيرشوا الحاكم انهم يدوا له هذا اللي هو عايزها، يأدوا القرايب ويدوا اللي مش عارف ايه. الله. طب وحج البيت؟ قال لك ما بنشوفها في البشر. واحد يتم يروح كل اسبوع يروح على القصر الكبير ويمضي في التشريفه دليل على انه ولاء يعني. الله. طب الصوم؟ عمر ما واحد صام لواحد. ما فيش واحد تقرب لواحد بشر. يبقى الصوم عبادة انفرد الله بها ولم توجد في عباد بقية الأركان من الممكن أن توجد في إيه؟ في الغير. ولذلك الصوم لي مش لحد التالي وأنا أجزي به مش في الكادر. ثانيا المؤمن حينما ينهى نفسه عما حرم الله تصبح عادة له. فالمسلم الكويس ما بيفكرش في الخمر أبدا، ما بيفكرش في لحم الميتة، ما بيفكرش في الأشياء اللي ربنا حرمها. خلاص بقت إيه؟ مش عبادة، بقت إعادة، ما بيفكرش فيها. ولكن الله يريد أن تستديم شرف العبادة. يقوم الشيء اللي محلل لي قبل الفجر بدقيقة يقول هوب ما تاكلش. طب ده محلل علشان أستديم حرارة التكليف. شيء ألفته دوك المعاصي ما عندش بألفه فممتنع عنها بطبع خلاص بقت عادة. لكن بقى أنت بتاكل دلوقتي وحقولك أمسك يعني الله أكبر، يبقى أنا انتقلت من الحلال إلى محرم في لحظة واحدة. يبقى دي استدام الله به الإيه؟ به التكليف. وكونوا بقى في شهر رمضان، لأن شهر رمضان إنما جاء بالقرآن ذي المنهج اللي بيعمل حياة مستقيمة بل صفاء. الصوم يهذب بقى النفس تهذيب عشان يعمل ايه؟ الناس يقول لك ده علشان تجوع وتشعر بالفقير. نقول له يا اخي طب الفقير ما يصومش. الصوم عاملينه عباده لان لم يتعبد بشر بشرا بها، حاجه خاصه بربنا. لان لما يجي واحد يقول لك انا هتقرب اليك بان اصوم لك شهر يبقى ذنبته، لانه معناه انه يقعد باصص لك طول النهار عشان يشوفك هتاكل ولا ما تاكل. تبقى انت بتتقرب اليه ولا بتتعبه؟ يبقى لان الصوم استدامه لحلاوه التكليف قبل ان تكون حلاوه العباده قبل ان تكون العاده. وايضا لانه لم يتعبد بشر به الا الله سبحانه وتعالى. وما دام القران جايب المنهج اللي مش جايب من عند بشر يبقى لازم ده ينزل هنا، يبقى دي صفاء عشان استقبال النفس البشرية. الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
صدق الله العظيم. التوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.